مساء الخير. تم استقبلنا من طرف السيد الرئيس المعين، رئيس الحكومة المعين السي عزيز أخنوش، ومشكور على الدعوة نتاعو الكريمة، وعبرنا ليه على القضايا اللي كتشغلنا وكتشغل فدائية اليسار، واللي هي أساسا تتعلق بأربعة ديال المحاور أعتقد أساسية. المحور الأول متعلق بالممارسة الدستورية. نحن لاحظنا في المرحلة السابقة كيف كانت الممارسة الدستورية أقل من الدستور نفسه اللي هو في حد ذاته عندنا عليه مجموعة ديال الملاحظات. وكنتمناو أن المرحلة المقبلة رئيس الحكومة يمارس اختصاصاته الدستورية كما نص عليه الدستور. إذا لم يكن نمشيو في اتجاه أكثر ديمقراطية اللي تسمح بالمشاركة ونتجهوا نحو ديمقراطية حقيقية. المسألة الثانية متعلقة بالحريات العامة والاعتقال. مع كم الأسف المغرب مازال هناك شباب ديال الحركات، هناك صحفيين معتقلين. وكان عندنا احنا في ذات اليسار وجهة نظر أننا نمشيو الانتخابات بعد ما يكون نصفيو الجو السياسي بلادنا، ونعطيو الثقة لكل المغاربة على أن الاعتقال ما يبقاش اعتبارات سياسية في بلادنا أو اعتبارات ديال الرأي. ونتمناو ان هذه الحكومه الجديده العمل تاعها يبدا باشاره قويه في هذا الاتجاه باطلاق سراح كل معتقلي الحركات والصحفيين الى اخره. النقطه الثالثه واللي هي كنعتبره كذلك اساسيه هي الوضع الاجتماعي بلادنا المقلق. نحن نعتبر ان هذه العشر سنوات الاخيره في حياه المغاربه كانت عشر سنوات اللي هي لم اتجهت بنا نحو حل الإشكالات الكبرى المتعلقة بالقضايا الاجتماعية، بل العكس من ذلك أن هناك تراجعات كبيرة على المستوى الاجتماعي. والحال القضايا الاجتماعية خصها تبقى فقط تكون في قلب في اعتقادنا هذه الحكومة المقبلة. والسيد الرئيس سمعينا بكل جدية وجهة نظره في هذه المسألة هذه بخصوص تتقاطع مع وجهة نظر في ذات اليسار، ونتمنوا على ان ما تم التعبير عليه نشوفوا في المستقبل. قضايا متعلقه بالشغل، الشغل ديال الشباب بالاساس، قضايا متعلقه بالصحه، بالتعليم العمومي، الصحه العموميه، كل من القضايا التي يجب ان تكون حاضره بقوه في البرنامج الحكومي، ليس فقط على مستوى البرنامج الحكومي لكن على مستوى الممارسه اليوميه ديال الحكومه المقبله في اعتقادنا. كذلك تكلمنا مع السيد الرئيس حول القضايا المتعلقة بالإشراك. لاحظنا أن هذه الحكومة اللي كانت والرئيسي اللي كاينين اللي جاوا منذ 2011 ما كانش كيستمعوا، ليس هناك حوار مع القوى الوطنية بصفة عامة، أحزابا كانت أو نقابات. الحوار الاجتماعي كما لاحظتم في خلال هذه العشر سنين ما كانش، بل كان هناك بعض الأحيان هناك لقاءات. نتمناو تدشين مرحلة جديدة يكون فيها الحوار ما بين الحكومة وما بين القوى الوطنية اللي همنا الأساسي هو مستقبل المغرب جميعا. ونتمناو أن كذلك من بعد هاد الانتخابات المقبلة يتم، لكن ما نسيت ما تكلمش مع السيد الرئيس في الموضوع، الانتخابات المقبلة يجب التحضير لها عن بعد، ما نخليوش حتى تبقى بعض الأشهر الانتخابات، ونجيبوا قوانين بعضها لا يمت بصلة الديمقراطية، ويكون الإشراك ديال الجميع في النقاش حول القوانين الانتخابية. وبالخصوص أكدنا هذا السيد الرئيس العملية ديال الإفساد ديال الانتخابات، من انتخابات إلى أخرى نلاحظ عملية الإفساد والإفساد الكبير ديال الانتخابات. وبالتالي إحنا كفدائيين اليسار وكديمقراطيين يمكن يصبح النقاش ديال المشاركة في الانتخابات واللي مطروح علينا بقوة، لأن لا يعقل أننا من انتخابات نلاحظ شراء الأصوات والإفساد بشكل قوي، وأن ما نطرحوش على نفسنا السؤال لماذا المشاركة. مرة أخرى كنشكر السيد الرئيس على الاستقبال نتاعو والاستماع نتاعو، ونتمنى تكون عندنا مناسبة أخرى لطرح القضايا اللي كتهمنا وكتهم شرائح كبيرة في مجتمعنا. وشكرا لكم.